هي شيرين رضا مالها؟ ايه ده ايه ده، هي شيرين رضا حامل ولا ايه؟ لا لا، ثانية واحدة كده، دي شكلها تعبان وبتخفي تعبها، شكلها حامل وبتخبي. أثارت الفنانة شيرين رضا قلق جمهورها عليها بعد ظهورها ببطن منتفخ في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية. ظهرت الفنانة ببطن منتفخ مع فستان فوشيا في صورة بصحبة نيلي كريم ويسرى، وتداول رواد مواقع التواصل صورة شيرين رضا خلال الساعات الماضية، وزعم البعض انها بتعاني من مرض او شكلها كده بتخبي حملها. وكان بعض التعليقات اللي بيقولوا لا لا ثانية واحدة، هي شيرين رضا حامل ولا ايه؟ هي شيرين رضا مالها؟ هي حامل ولا ايه؟ وتواصل احد المواقع الاخبارية مع مصدر مقرب من شيرين رضا واللي نفى كل الشائعات دي، واكد ان الازمة في المصور اللي التقط الصورة من زاوية خطأ، والزاوية دي خلتها تبدو وكأن بطنها منتفخ، ولا صحة لتلك الشائعات حول حملها او مرضها. وعشان تعرفوا كل الأخبار أول بأول، تابعونا على قناتنا وما تنسوش اللايك والشير.